أهلا بكم من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئاسة: مصر موقفها ثابت وضد أي حلول عسكرية بالمنطقة. قلق في الأمم المتحدة بعد التوتر بين السعودية ولبنان. الصحف الإيطالية تطالب روما بالتنسيق مع القاهرة في ليبيا. والحكومة للشباب: القرارات وحدها لا تكفي. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر موقفها ثابت وضد أي حلول عسكرية في المنطقة، فقد أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مجددا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر نقاشاته وحديثه للإعلام على هامش منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أنها تحمل رسائل متعددة عن الأوضاع في المنطقة وتعبر عن رفضه أن تكون الحرب هي الخيار، خاصة فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، مشيرا إلى أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح جدا، لافتا إلى أن أي تطور يحدث فمصر موقفها ثابت ضد أي حلول عسكرية، ومع السلام والحوار ومائدة التسوية السلمية لأي نزاع أو سوء فهم وخلاف ذلك. هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه قلق للغاية إزاء التوترات المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، مشددا على ضرورة تجنب نشوب صراع جديد، قائلا للصحفيين إن نشوب أي صراع جديد في المنطقة من شأنه أن يسبب تبعات مدمرة. كان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد التقى سفير مصر ببيروت في إطار مشاورته لبحث الأزمة التي نتجت عن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وهجومه على سياسات حزب الله وإيران بالمنطقة. وعودة مرة أخرى لأصداء منتدى شباب العالم، حيث أكدت وكالة نوفا الإيطالية أن دور مصر ريادي في حل الأزمة الليبية، مشيرة إلى تصريحات سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، قائلة إن مصر وفرنسا لهما رؤية مشتركة تقضي بأهمية إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة الليبية، كما يرى البلدان أن التركيز على العملية السياسية لا يجب أن يصرف الوسطاء عن مكافحة الإرهاب كأحد أبرز الأبعاد الأمنية، كما طالبت الوكالة باستمرار ومواصلة التعاون بين مصر وإيطاليا لتحقيق استقرار ليبيا ومنطقة البحر المتوسط. ورسالة حكومية للشباب: فقد وجه شريف إسماعيل رئيس الوزراء كلمة لشباب مصر بمناسبة ختام منتدى شباب العالم، أكد فيها أن الشباب هم القادرون على إحداث التغيير، قائلا في فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء أننا منذ 50 سنة نتحدث عن مشكلة اقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات بهدف الإصلاح الاقتصادي وإصلاح منظومة العمل ووضع مصر على الطريق الصحيح وخلق مستقبل واعد لها، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق بالقرارات فقط ولكن يتحقق بالعمل والجهد والمثابرة. كما حذر شريف إسماعيل الشباب من الأفكار الهدامة المنتشرة على مستوى العالم التي يمكن أن تؤثر سلبا عليهم وعلى الدولة ومؤسساتها. حظر الطيران لشرم الشيخ لم يعد مسببا، هذا ما أكده محمد يحيى راشد وزير السياحة لصحيفة تيليغراف البريطانية، قائلا إن شرم الشيخ لا تزال منطقة جذب للعديد من السياح حول العالم، وليس معنى أن البريطانيين لا يطيرون إلى هناك أن العالم لا يسافر إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر هي وجهة ضخمة ومتنوعة ونرحب بالسائح البريطاني في كل مكان، موضحا أن التركيز على الغردقة ومرسى علم جزء من استراتيجية ترويجية للسياحة حال استمر حظر الطيران لشرم الشيخ، مؤكدا أنه تم تطبيق نفس الإجراءات الأمنية التي تم مراعاتها في منتجعات البحر الأحمر مثل أجهزة الأشعة السينية والمساحات الأمنية على جميع منتجعاتها السياحية لضمان سلامة السائحين. جهان السادات ترفض الدعوة لزيارة إسرائيل، فقد قالت القناة الثانية بتلفزيون الكيان الصهيوني إن حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات رفضت الدعوة التي وجهت إليها من قبل الرئيس الإسرائيلي لحضور الحفل الذي سيقيمه في منزله بالقدس للاحتفال بمرور 40 عاما على زيارة السادات للقدس. وأضافت القناة إن مسؤولين كبار في الحكومة المصرية رفضوا حضور الحفل، مشيرين إلى أن السفير المصري لدى تل أبيب حازم خيرت هو من سيحضر الحفل. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.